سينكروناس موتور. اذا ناخذ الان الايكوفالنت سيركت للسينكروناس موتور، نطلع السينكروناس موتور، مبدا العمل راح يختلف بالموتور، بالجنريتر شو كنا نعمل؟ كنا نحط اكسايتيشن وايش نعمل؟ نجيب مصدر ميكانيكي خارجي شو يعمل بالروتور؟ يلف. لكن في الموتور شو راح نعمل الان؟ ايش راح نعمل في المحرك؟ احنا راح نحط ايش؟ فولتج، راح نحط الفولتج هون، 3 فيز مضبوط؟ لما هلا هذا عباره عن ستيتر، تتذكروا احنا لما كنا نحط 3 فيز فولتج يمروا 3 فيز كرنتس في الستيتر، شو يتكون عندي؟ في داخل الستيتر تبع الاندكتر انجكشن موتور كان في عندي 3 وايندنجز تورك، كان يتكون قبل التورك، ايش كان يتكون في داخله؟ كويل، شو الكويل؟ احكي يا عبد الرحمن، ارفع معنويات، احكي روتيتنج ماجنتيك فلكس، هي بتكون عندي روتيتنج ماجنتيك فلكس مضبوط؟ مش قلنا كونستانت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس، مش هذا مبدا عمل اللي كان بالاندكشن موتور نفس الشيء، هو راح يضل نفسه حتى لو هو سينكرونس ماشين، هذا روتيتنج ماجنتيك فلكس، ايش السرعه اللي راح يلف عليها؟ ان سينك، مش هيك؟ ان سينك، ايش كانت تساوي ان سينك؟ 120 كيف؟ على بي، بي اللي هي عدد البولز، عدد البولز بير فيز، عدد البولز بير فيز، إذا هذا راح يلف وهي ايش وحدتها راح تكون؟ ار بي ام، إذا هذا راح يلف على ار بي ام سرعة مقدارها مساوي ل 120 في اف على بي، هذه اللي هي السينكرونس سبيد تبعت الروتيتنج ماجنتيك فلكس، هل الروتر في الاندكشن موتور راح يلف على هي السرعة؟ لا راح يكون اقل منها، والفرق بينهم ايش سميناه؟ ستيت. لكن هون اطلع في عندي اختلاف من مبدا العمل. هون في عندي لاحظوا هون راح يصير في روتيتنج ماجنتيك فلكس، وايش عماله بيشتغل الروتيتنج ماجنتيك فلكس؟ مع مين بتفاعل؟ هون انا مررت كرنت، فشو تكون عندي هون؟ فلكس ماجنت، مش هيك الماجنت؟ لما تو ماجنتس بلفوا فوق بعض شو راح يحاولوا يعملوا؟ يحاولوا يمشوا مع بعض، مش هيك؟ مين اللي بيسحب في حالة الموتور، مين اللي بيسحب الثاني؟ تبع الستيتر، رح نسميه هذا بي اس. فهذا رح اسميه بي اس، وهذا ايش اسمه؟ بي ار. فخليني ارسم هلا هون مثلا بي اس، هي هون رح نحط بي اس هيك، رح افترض انه بي اس بلف بهذا الاتجاه، ايش السرعة اللي بلف عليها بي اس؟ هي سينكرونس سبيد، هون خلص هون سينكرونس. وبعدين مين رح يلحقه؟ خلينا نفترض انه بي ار هيك. وين عم بلف؟ مين اللي لاحق الثاني؟ بي ار لاحق بي اس في حاله الموتور، في حاله الجنريتر مين اللي هو بي ار بي اس بالحق. هاي الزاويه راح اسميها جاما. نسوي هاي الزاويه، الزاويه اللي بين الاثنين هي جاما. فهون هلا شو رايك شو المفروض يتكون عندي الان؟ ايش المفروض يتكون في المحرك؟ تورك. التورك هذا عايش معتمد بهاي الحالة معتمد على البي والبي التفاعل ما بين الاثنين، فالتورك راح اسميه تورك انديوس. بس الجاما ثابتة ايش هي عفوا؟ الجاما ثابتة؟ لا الجاما ايش راح تختلف؟ خلينا نراجع في الاندكشن موتور، في الاندكشن موتور لما كنت ازيد اللود او التورك على المحرك شو كان يتغير عندي؟ سليك تمام، لما يتغير السليك معناها سرعة الروتر وسرعة الستيتر مختلفة مضبوط؟ هون ما بصير الاثنين يختلفوا عن بعض سرعتهم. هذا ماجنت وهذا ماجنت، كانهم تو ماجنتس. فلما بزيد اللود مين بتغير من حالي هذا؟ الزاوية الزاوية بس تغير الزاوية. خلينا ناخذ مثال، لو انت في عندي سيارة هون وسيارة ثانية، إذا السيارتين ماشيين على نفس السرعة قديش المسافة بينهم؟ كونستنت مش زيرو كونستنت. إذا هذا ماشي على سرعة في 1 وهذا ماشي على سرعه في 2 بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه وهذول في 1 تساوي في 2 اذا المسافه هاي راح تضلها كونستنت. لو بدك تزيد شوي المسافه بينهم بعدين ترجعها تضلها كونستنت شو راح تعمل؟ تخلي واحد منهم ياخر سرعته شوي وبعدين يرد يرجع، او هذا شو يعمل؟ يزيد سرعته وبعدين يرجع، مش هيك؟ شو راح يرجعوا السرعتين متساويات، شو راح يختلف بينهم؟ نفس الشيء. لما بدي ازيد اللود شو بعمل هون؟ لما بزيد اللود راح تتاخر شوي سرعه بي ار بعدين راح ترجع نفس السرعه الاصليه، شو راح يختلف بينهم؟ الزاويه. اذا جاما بتتغير مع مين؟ مع تغير اللود مع تغير التورك. التورك انديوست هون عندي بيساوي كي، كي كونستنت بيعتمد على تصميم هذه الماشين والكروس برودكت تبع ايش يعني كروس برودكت بين تو بيك؟
لما اعمل كروس برودكت بين تو فيكتورز شو بنتج عندي؟ فيكتور ولا سكيلر؟ لا كروس برودكت فيكتور. وهذا الفيكتور وين اتجاه؟ عمود يعيش على البلين اللي بيحتوي التنين. فلهدول اطلعوا على الصفحه هاي، الصفحه هاي بتحتوي التنين مظبوط. واذا كان انا عندي بي ار كروس برودكت مع بي اس، اذا راح يصير عندي بي ار مع بي اس وين راح يكون اتجاه التورك؟ هذا شو هذا التورك؟ كيف راح يبين يعني التورك؟ يعني عندي كانه شافت، يعني افترض عندي هاي المحرك وهي عندي هذا الجزء، وين اتجاه بي ار؟ نفترض هاي بي ار هيك، ومين اللي بسحب الثاني؟ بي اس هو اللي بسحب بي ار. فخليني افترض انه هاي بي اس بلف هيك بهذا الاتجاه، هذا راح بلف هيك بهذا الاتجاه، هذا بي ار. بي اس بسحب بي ار من هون، اذا وين راح يكون اتجاه التورك؟ بهذا. اذا كان بي ار هيك بهذا الاتجاه، شو يعني؟ شو بقدر اعمل اذا بهذا المحرك؟ هاي الشاف تبع المحرك، شو بقدر اعمل عليه؟ بقدر اطلع هذا من هون وايش اركب عليه؟ بقدر احط هون بكره واحط حبل وارفع لود معين، مظبوط؟ تكون عندي تورك، التورك هذا بيكون عمودي على التنين، بتناسب مع بي ار وبتناسب مع بي اس، وفي كونستنت بيعتمد على تصميم هذا المحرك وشكل المحرك. خلينا نطلع الان على المعادله الايكوفلنت سيركت تبعت هذا المحرك، ايش راح يصير في اي هلا؟ مين اللي بدا كل شيء؟ مين اللي بدا الاثر على السيستم؟ اذا في فاي يكون هو من هون، الكرنت بأي اتجاه راح يمشي بحركة المحرك؟ عكس عكس بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه. كي في ال الان شو بقول لي؟ ايش راح يصير لو طبقت كي في ال الان؟ كيرشوف فولتج لو، هذا الفولتج شو بيساوي؟ بيساوي هذا الفولتج اللي هو اي ستات زائد اي. اذا المعادله الان تبعت المحرك راح تختلف عن معادله الجنريتر باشاره، لانه الان صار عندي في فاي شو بيساوي؟ بيساوي اي اي زائد اي اي ار اي زائد جي اي اي اكس اس. هاي معادله المحرك. اذا بدك تحطها بنفس الشكل، اذا حبيت تحطها بنفس الشكل شو بقدر اعمل؟ بقدر اخذ هاي القطعه وانقلها على الجهه الثانيه، بتصير اي اي شو بتساوي؟ في فاي ماينس اي اي ار اي ماينس جي اي اي اكس. هاي البلس صارت الثانية ايه؟ لقلت هدول بعدين جبت، او اذا بدك هدول اخذتهم نقلتهم هناك بعدين قلبت الطرفين، بس حتى يصير شكل هاي الشكل هاي. هي ضلت مكان بعدين كنت بين البلس اللي انت علمتها كانت ماينس، كانت بين ماينس وين فوق؟ هاي هاي بلس هاي كمان ماينس هاي صارت هاي المعادلة. اذا هون عندي معادلتين مختلفتين، واحدة للجنريتور واحدة للموتور. هاي الزاوية، هلا إذا ببدا بزيد اللود على هذا الماتور جاما، في لحظة معينة رح يوصل جاما، رح تقدر تزيد الزاوية أكثر، هيك رح يوقف المحرك، رح نحكي عنها كمان شوي.